طيب خلونا ناخد كابتن شريف ضياء. برحب بحضرتك طبعا مدرب تنس الطاوله، برحب بحضرتك وصباح الفل عليك. صباح الفل يا كابتن، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. يعني شايف المستوى بالشكل العام ازاي في الاول، وهتكلم طبعا عن مباراه فريق السيدات اللي كانت امام رومانيا. لا هو الشكل العام طبعا احنا محدش كان متوقع خالص النتائج اللي اتحققت في الاولمبياد. طبعا بدايتها دينا مشرف الاول ان هي دخلت دور ال 32 وكانت تقدر تخش دور ال 16، كانت كسبانه 3-0 بس التوفيق ما كانش معاها. بعد كده جه طبعا الانجاز بتاع عمر غطى على كل النتائج اللي اتحققت، حتى الناس اللي ما كانتش متابعه تنس الطاوله ابتدت تتابع تنس الطاوله بسبب الانجاز اللي عمره عمر. فتعتبر دي احسن نتيجه عملناها في تاريخ الاولمبياد من ساعه لما بدانا نشارك في الاولمبياد. يعني النهارده بتتكلم في كان السيدات بيلعبوا مباراه الرجال امام منتخب الصيني، ومنتخب الصيني الحقيقه واحد من احسن او يعني يعد افضل منتخب موجود، عنده اول وثاني وثالث عالم الثلاث لعيبه اللي موجودين. شايف المواجهه دي ازاي وصعوبتها تكون في ايه؟ بص يا كوتش، المواجهه دي صعبه على كل دول العالم. صحيح. اي منتخب في العالم يتمنى ما يلعبش الصين في اي دور من ادوار البطوله. كويس، حتى الناس برضو ابتدت لما تركز تنس الطاوله بعد نتيجه عمر، الناس ابتدت تسال ليه الصين بتلعب باثنين لعيبه بس فردي في الاولمبياد. الاتحاد الدولي لما شاف ان الصين بقت مسيطره على اللعبه بقى خلى كل دوله تشارك باثنين لعيبه كحد اقصى في الاولمبياد. هم شاركوا باثنين لعيبه والاثنين لعيبه وصلوا فاينل، يعني بطوله العالم العاديه اللي عندنا بنلعبها طول العالم كل منتخب من حقه يلعب بخمس لعيبه. فتخيل انت لو تسيب بقى تلعب بخمس لعيبه في الاولمبياد، هياخدوا ذهب وفضه هياخدوا كل حاجه كده كابتن شريف. كله يعني. فيعني طبعا المواجهه صعبه جدا بالنسبه لنا، لكن اللي عمر عمله يعني خلى سقف الطموح عند الناس كلها يزيد. بس طبعا هو مباراه الصين دي بنامل ان احنا نقدر بمنظر مشرف، عندنا عمر عصر، عندنا كابتن احمد علي صالح، عندنا كابتن محمد البيلي، خالد عصر، بنامل ان هم يظهروا بمنظر مشرف ان شاء الله. عمر عصر كابتن، يعني بعد الشكل اللي اداه وبعد الحقيقه الروح واللي حضرتك بتتكلم فيه ان هو رفع سقف طموح اللعيبه اللي موجوده، عمر عصر بيفكر في ايه دلوقتي والدنيا معاه ماشيه ازاي والكلام اللي بيتقال عليه ازاي؟ هو طبعا دلوقتي بعد النتيجه اللي حققها هو اكيد بيحلم ان الاربع سنين الجايين دول يعني يبقى في احسن اعداد بالنسبه له، انه فعلا ابتدى دلوقتي يقرب من ميداليا. يعني هو كان فاضل له المباراه بتاع الدور الثمانيه لو كان كسبها، اللي هو كان بيقابل حد كمان مش قليل يعني. طبعا يعني. ده مالونج ده يعني حتى بعيد عن الرانكينج ان هو اول او تاني، احنا بنصنفه دايما في اللعبه بتاعتنا ان هو احسن لعيب في تاريخ تنس الطاوله. جه فعلا مالونج حتى لو هو الرانكينج بتاعه بقى العاشر على العالم، هو فنيا من اصعب اللعيبه اللي ممكن تلعب معاه بصعوبه النقطه بتاعته، يعني انت صعب تكسب منه نقطه اصلا. فهو طبعا عمر دلوقتي يبتدي يشتغل على نفسه ان الاربع سنين الاولمبياد اللي جايه في فرنسا باذن الله دلوقتي هو بقى قريب من ميداليا، الموضوع هيبقى اصعب المره الجايه لان الناس اللعيبه خلاص هتبقى عامله له حساب وهتبقى مركزه معاه اكتر، لان هو خلاص دلوقتي اتحط على الريكورد معاهم انه بقى بيلعب مع ليفل 1 خلاص، يعتبر يعني راس براس زي ما بنقول، فهو اللعيبه هتبقى برده مركزه معاه، هو لازم اكيد هيبقى حاطط الموضوع ده كله في دماغه. ده بيخليه يا كابتن شريف برضو ان انت عندك في باريس 2024 محتاج تكون موجود بشكل مختلف عن اللي انت ظهرت بيه، يعني انت ظهرت في طوكيو بشكل كويس، وهو يعني عمر عصر لسه مش كبير في السن برضو يعني لسه صغير، ولكن ده بيحط عليه ان انت لازم بقى تبقى موجود في فرنسا بشكل مختلف تماما، مستنيين ميداليه في فرنسا. بالظبط كده، وهو اعتقد ان هو بيشتغل على نفسه كويس جدا الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية. عندنا دلوقتي أقرب حاجة لينا إن شاء الله مع المنتخب شهر 11 بطولة العالم في أمريكا، هيبتدي برضه يستعد لها مع نجوم بقية المنتخب القومي. عندنا بروتور إن شاء الله بنعمل إن موضوع الكورونا ده يخلص عشان بطولات البروتور ترجع تاني نقدر نشارك فيها. الاستعداد بتاع باريس أعتقد هيبقى أفضل بإذن الله لو موضوع الكورونا ابتدى يقل شوية. في حاجات ممكن تفرق معانا جدا الأربع سنين الجايين إن شاء الله عقبال ما تيجي الأولمبياد بتاعت باريس بإذن الله. استعدادات فرقت يا كابتن شريف اللي يعني في الدورة الأولمبية 2020، استعدادات اللعيبة اللي بتشارك في الدوره سواء عمر عصر او حتى اللعيبه ان شاء الله اللي هتكون عندها منافسات مع المنتخب الصيني، استعداداتهم كانت يعني اثرت عليهم؟ طبعا لان الطبيعي مثلا لو احنا ما فيش كورونا في قبل الاستعداد بتاع الاولمبياد دي، لو ما فيش كورونا كان المنتخب ممكن يطلع ثلاث اربع معسكرات خارج مصر، كان ممكن يطلع يلعب بطولتين ثلاثه بروتور من سلسله بطولات الاتحاد الدولي. احنا طبعا الكورونا اثرت، طبعا عملنا معسكر داخلي لمده طويله جدا مع كابتن ماجد عاشور وكابتن اشرف حلمي، قدرنا نطلع معسكر في المانيا، بس ما كانش استعداد كافي عشان نحقق الطموح اللي احنا عايزينه. احنا كلنا بنحلم بميداليه في تنس الطاوله، ودي حاجه مستحيله او شبه مستحيله في لعبتنا للظروف بتاعه المسابقه. احنا عندنا يعني عايز اقول لحضرتك ان عمر
كسب 3 ماتشات وما خدش ميداليه، هو عشان ياخد ميداليه يكسب 5 مباريات. يعني هو حتى لو كان ربنا كرمه وكسب مالونج ودخل دور الاربعه كان مطالب يكسب مباراه ثانيه، لاما السيمي فاينل لاما الثالث والرابع عشان ياخد ميداليه. فتحقيق الميداليه في مباراه تنس الطاوله حاجه صعبه جدا، محتاجه استعداد بشكل خاص. تنس الطاوله كلعبه اختلفت عن السنين اللي فاتت، كابتن شريف شايفها دلوقتي في تقدم؟ لسه مستنيين منها حاجات ثانيه، محتاجين شكل او دعم معين للعب تنس الطاوله في الفتره اللي جايه عشان تكون بتحقق ميداليات ان شاء الله في فرنسا 2024؟ اي لعبه كوتش، اي لعبه بتحتاج دعم عشان تحقق ميداليه اولمبيه. ميداليه اولمبيه دي اصعب حاجه ممكن اي لعيب يحققها. يعني اللعبه بتاعتنا طبعا اختلفت اخر 5 6 سنين، بقى في اهتمام كبير جدا من اولياء الامور ان يبقى عندنا قاعده من الناشئين، بقى الاتحاد المصري مهتم باللعبه جدا، بقت اللعبه بتاعتنا بتتذاع، بطولات الدوري الممتاز، الدورات المجمعه بقت بتتذاع بون سبورت، دي حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا طبعا. الاختلاف طبعا كبير جدا اخر 4 5 سنين، واعتقد ان حققه عمر واللي حققته دينا مشرف برضه، يعني الاربع سنين جايين دول هيبان بالنسبه لنا اللي هم حققوه ده كدعم لينا في وسط تنس الطاوله باذن الله. تقييمك ايه اخيرا يا كابتن شريف للبعثه او للمنتخب تنس الطاوله في طوكيو 2020 بشكل عام؟ سواء فردي او مختلط، فردي مختلط او زوجي او فرق حتى، بشكل عام للبعثه كلها. بشكل عام اللعبه انا يعني شايف ان احنا ادينا في ظل الظروف بتاعت الاستعداد بتاعت الكورونا ان احنا ادينا بشكل كويس جدا جدا. بدانا بالزوج المختلط عمر عصر ودينا، لعبوا مباراه هايله، ما حالفهمش التوفيق بس لعبوا مباراه هايله. النهارده ماتش البنات بتاع رومانيا دينا مشرف كانت متقدمه 2-0 وبرده التوفيق ما كانش معاها، خسرت 3-2. فرح عبد العزيز عملت ماتش كويس جدا، لعبتنا منتخب القومي وخسرت 3-1. عمر عصر حقق انجاز يعني حاجه بالنسبه لنا معجزه اللي حققها. انا شايف اجمالي النتائج تعتبر حاجه كويسه جدا جدا بالنسبه لان احنا كنا في ظروف استثنائيه بسبب جائحه كورونا. يعني بنتمنى التوفيق طبعا ان شاء الله لكل البعثه المصريه، وان شاء الله باذن الله تنس الطاوله يكون محقق حاجه. منتخب الصين منتخب صعب، ولكن ان شاء الله بنتمنى ان الاداء يكون مشرف. بشكرك شكرا جزيلا كابتن شريف ضياء، مدرب طبعا تنس الطاوله، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، وكل التوفيق لكل البعثه المصريه باذن الله. مفيش حاجه صعبه، الامل موجود، الطموح موجود، فبلاش صعب على نفسك. بتلعب اول مصنف اول وثاني وثالث عالم، ولكن ان شاء الله باذن الله تكون قادر تادي النهارده او بكره او بعده لحد اخر يوم تكون موجود فيه في الدورة الأولمبية بشكل مشرف ليك انت كمصري ولينا كلنا اكيد.